السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. الدرس الثامن، حروف المد واللين، وسميت بهذا الاسم ليش؟ لأنها سهلة في الخروج، لينة بخروجها من الجوف، ما فيش فيها ضغط، فيش فيها صعوبة، عشان هيك سموها المد واللين. تمام. طيب، اللفظة الأخيرة هي نفسها اللي تعلمناها في الدرس السابع، الألف الصغيرة هي هذه الألف، والواو الصغيرة هي هاي نفسها الواو، والباء الصغير الياء الصغيرة هي نفسها هذه الياء. يعني اللفظة في النهاية ما الطبيعي، لا فرق، لا فرق، اللهم في الهجاء بنقول هناك ألف صغيرة، وهنا بنقول ألف سكون، هناك بنقول واو صغيرة، هنا بنقول إيش؟ واو سكون. هنا يا، هناك في الدرس السابق يا صغيرة، وهنا بنقول يا سكون، بس في الهجاء، ولكن في اللفظة في الآخر حتطلع إيش؟ نفسها با بو بي، نفس الزمن، سواء ألف أو واو أو ياء نفس الزمن، اثنين حركة، وعرفنا شو معنات اثنين حركة، با 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 وا وا وا، أي معناها يعني اثنين متحرك فتحة فتحة يساوي ألف. تمام. طيب اقرأي معي عشان تتعلم، مهم جدا أذنك تصير واعية، تسمع الكلمة وتطبقها زي ما هي، والرتم والموسيقى اللي بتطلع معانا لازم تكون واضحة إلك، تجيبي لي إياها مرتبة. يلا، با فتحة ألف سكون، با با ضمة واو سكون، بو با بو، با كسرة يا سكون، بي با بو بي. الفتحة لا يأتي بعدها إلا ألف، أو نقول الألف لا يأتي قبلها إلا فتحة. حروف المد، أنا بحكي عن حروف المد، الواو الساكنة، وما بتكون في القرآن عليها هاي اللي هي السكون، ما بيكون عليها في القرآن، بتكون خالية تماما من أي حركة، الواو المادية بتكون خالية من الحركة، حتى لو كانت سكون فهي ساكنة أساسا، ولكن ما بحطوا في القرآن عليها أي حركة في قراءة حفص طبعا. وقبلها دائما بكون مضموم، هذا حرف المد الواو. الياء المادية تأتي برضو من غير أي حركة في القرآن في قراءة حفص، اللي هي المصاحف اللي عندنا تبعت الملك فهد، وقبلها لا يأتي إلا كسر، كسرة. تمام، خلاص، عشان بس تعرفوا، أما إنها تكون هيك في قراءة ورش، أعتقد مصاحف ورش حاطين عليها السكون، لكن إحنا لا، في قراءة حفص لا ما في، فبتعرفيها إنها مادية بأنها خالية من أي حركة. طيب نجيب التاء، تاء فتحة، تاء فتحة ألف سكون، تاء، تاء ضمة واو سكون، تو، تاء تو، تاء كسرة يا سكون، تي، تاء تو تي، بس بعدين بنكمل إن شاء الله عشان ما يكونش الفيديو كبير وتعرفوا تتعلموا. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.